بس في نقطة أنت قلتها وعايزك تشاركنا فيها محمد، إنه أحيانا اللاعب اللي بيبقى مش موجود في الأهلي والزمالك لما بيجي يتاخد للمنتخب على طول بيحصل له انتقاد وهجوم، ويبقى الناس أصلا بيتفرجوا عليه. يعني ما بيبقاش حد اتفرج على المقاولين من جماهير الأهلي أو الزمالك يقول لك إيه يا عم أنت واخد محمد رزق المنتخب، ليه ما فلان بتاع الأهلي ولا بتاع الزمالك هو اللي كان أحق وهو ما شافش محمد رزق. بالظبط بالظبط. الكابتن كريم الكرة في مصر زي ما أنت عارف بتبقى مواجهة أهلي وزمالك بس. لكن في لعيبه كتيره كويسه جدا في انديه كتير، يعني مش في المقاولين بس، في انديه كتير في لعيبه مميزه كتير جدا صح لا تقل عن اي لاعب في النادي الاهلي او الزمالك. بس زي ما انت بتقول هو المشكله في مصر اهلي وزمالك بالنسبه للشعبيه الكبيره طبعا بيأثروا جدا طبعا على اي حاجه. السوشيال ميديا طبعا بتأثر على اي حاجه. وجودك في الاهلي او الزمالك يسهل تواجدك في منتخب مصر طبعا. اهلي وزمالك طبعا يا كابتن انت شعبيه كبيره والناس كلها بتتفرج عليك والناس كلها عارفاك، فده طبعا بيساعدك كتير جدا جدا ان انت تبقى متواجد في منتخب مصر.